السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على الخير إن شاء الله في هذه السلسلة الطيبة المباركة الكتاب المبين. قضية الرزق، قضية الرزق هي قضية أنا شخصيا أعتبرها قضية من قضايا العقيدة. لماذا؟ أولاً لأن الله سبحانه وتعالى قصر الرزق على نفسه، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بالتأكيد بإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله سبحانه وتعالى قصر الرزق على نفسه أيضاً حينما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب يا ترى هذا الرزق كما نفهم نحن أو كما يفهم كثير من الناس مقتصر على جيبك بس، يعني اللي في جيبك، الفلوس اللي في جيبك أو الفلوس اللي انت بتكسبها من عملك هي دي رزقك؟ يعني يا ترى هو هذا هو الرزق فقط، ولا يا ترى صحتك رزق، يا ترى زوجتك رزق، أولادك رزق، عملك رزق، أصدقائك رزق، قرايبك رزق، أولادك رزق، كل هذه الأمور، كلمتك اللي انت بتقولها يا ترى هي رزق ولا لا؟ هنعرف هذا الكلام في هذه الحلقة. طيب يا أيها الإخوة الأفاضل، هل هناك أسباب تؤدي إلى زيادة الرزق؟ هل هناك وسائل تعيننا على زيادة الرزق؟ وأنا قلت دلوقتي أنه الرزق بمعناه الشامل أو بمعناه الواسع، يعني هل ممكن واحد ماله قليل بس ربنا رزقه كتير؟ هنعرف هذا الكلام في سياق الحديث النهاردة في هذه الحلقة. فما هي أسباب الرزق التي تعيننا على زيادة الرزق بمعناه الواسع أو بمعناه الصحيح؟ طيب سؤال آخر، هل هناك موانع للرزق؟ يعني في حاجات كده بتقف حائلا أمامك وأمام الرزق، برضو هنعرفه في خلال هذه الحلقة قضية الرزق. ويشرفني ويسعدني أن يكون ضيفا علينا في قناة الرحمة الغراء فضيلة القارئ الشيخ سعيد ياسين. أهلا بك شيخ سعيد، منور، كل عام أنت بخير. بارك الله فيك يا رب. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. وأيضا من علماء الأزهر الشريف الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد عبد الغني. أهلا بك شيخ محمد، منور يا مولانا، كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير، ربنا يحفظك. نبدأ بالقرآن الكريم، تفضل شيخ سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين وفق الله إن شاء الله. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله يفتح عليك. ما شاء الله. ولا تمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه. الله يفتح عليك. ما شاء الله. أمين. واعلموا أن الله غني
سبحانه وتعالى. الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. سلام. الله الله ارفع عليك شفايا إن شاء الله إن شاء الله. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله 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 شرح الله صدر أبرك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الله 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 الله. واعلموا أن الله غني حميد. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أحكام جميلة إن شاء الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعوذ بالله من الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله يفتح عليك. الله 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 شاء الله. والله واسع عليم. يا سلام. الله الله ان شاء الله. يؤتي الحكمة من يشاء. الله 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 يرفع عليك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حاجة حلوة. يؤتي الحكمة من يشاء. الله. ومن الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله الله. وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. شرحت الله. صدورنا والله. بارك ربنا يشرح صدرك الله. بالاختيار الموفق ده ما شاء الله عليك. بارك ان شاء الله. بارك ربنا يزيدك قبول يا شيخ سعيد. بارك الله فيك. يا ان شاء الله. منور يا شيخ محمد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. منور انت والفيوم كلها طبعا. والازهر كله منور عندنا. فضيلة الشيخ محمد يعني فعلا انا من الناس اللي بيحبوا يعني بيعتبروا ان قضية الرزق قضية عقدية ايمانية. لأن إحنا لابد أن نؤمن أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك بس عايز أبتدي الأول قبل ما نتكلم في القدر وعلاقته بالرزق. بنتكلم عن الرزق وأنواعه. يعني الرزق هو إيه وأنواع الرزق إيه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، قضية الرزق أيها الأفاضل هي تشغل بال كل إنسان على وجه الأرض. لا أقول تشغل بال المسلم فقط، كل حي على هذه الأرض تشغله هذه القضية الآن. نعم. والله عز وجل لم يجعل الرزق في المال فقط، هذا مفهوم كثير من الناس، يظن أن الرزق مختزل في المال، مع أن الرزق أوسع من هذا كله. قال ابن منظور في لسان العرب: الرزق
هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنوي. تمام تمام. فالصلاة رزق، بل هي من أعظم الرزق طبعا. والزوجة الطيبة الصالحة رزق، والأولاد والذرية الطيبة رزق، والحكمة رزق طبعا. وسمعنا إلى كلام شيخنا: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فهي من أعظم الرزق طبعا. وحب النبي صلى الله عليه وسلم رزق، وحب آل بيت رسول الله رزق، وحب المسلم أخيه المسلم هذا من أعظم الرزق. فالرزق أعظم مدلولا من أن يختزل في المال أو الفلوس فقط. هذا فهم خاطئ. ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، قد يكون الرزق خلقا جميلا، قد يكون الرزق عقلا راجحا، قد يكون الرزق أولادا وعيالا. قد يكون الرزق أن يرزق العبد قناعة، إنما القناعة فعلا أن يرزق العبد القناعة. قال صلى الله عليه وسلم: القناعة كنز لا يفنى. فهذه من أعظم الرزق. فلا يقتصر موضوع الرزق على المال، فهذا فهم خاطئ عند كثير من الناس. قال الله عز وجل: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، كلا. هذا أمر ليس بالصواب وليس بالصحيح. فالرزق مفهوم عام يشمل كل خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، ومن أعظم الرزق أن يرزق العبد صدق الإيمان ومحبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف الدعوة إلى الله عز وجل. والمال رزق أيضا من الأرزاق. المال وكلنا يعلم. طيب شيخ محمد، يعني برضو في قضية إيمانية قوية في الرزق وقضية قدرية، إنه يعني أنا تذكرت دلوقتي مش عارف ليه قارون، يعني وبيقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه، ربنا قال هو اللي قال، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الآية أنا عايز أوصل الآية إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم كويس كده. نعم. لكن ربنا هو ربنا قال آتيناه. نعم. وفي نفس الوقت ربنا بيقول لنا إن الله هو الرزاق ذو القوة. نعم. المتين. وربنا بيقول لنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. فالقضية الإيمانية دي عايز حضرتك توضحها للسادة المشاهدين. حافظ الله قدركم، بارك الله فيك. مما لا شك فيه، لا يشك في ذلك مسلم، أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ليست هيئة، ليست مؤسسة. أوه. لا يرزق العبد نفسه، ولا يرزق أولاده، ولا أولاده يرزقون. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض، في الأرض كلها، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. سبحان الله. قال الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. الله يرزق المؤمن والكافر على السواء، لأن الله عز وجل هو رب العالمين، رب المؤمن ورب الكافر. نعم. رب الصالح ورب الطالح. ومن معاني الرب أنه الخالق ابتداء والغافر انتهاء، والمربي غذاء، أي الذي يربي جميع الخلق بنعمه. فالرزاق على الحقيقة هو الله. نعم. لكن كثيرا من الناس عنده هذه النظرة القارونية، نعوذ بالله منها. قال إنما أوتيته على علم إيه؟ عندي. كثير من الناس يقول فن الإدارة بذكائي. أيوة. بعقلي. بفطنتي. أنا اللي جبت هذا المال، أنا السبب إن أنا وسعت عليكم يا أولادي وعلى زوجتي. وهذا أمر خطير. انظر كيف أدى بها هذه النظرة، أدت إلى قارون. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. هذا أمر. نعم. ينبغي أن يكون على عقيدة الإنسان المسلم أن يعلم أن الله هو الرزاق. سبحانه وتعالى. فمن رزقه الله لا يستطيع أهل الأرض أن يمنعوا عنه شيء طبعا، ومن منع الله عنه شيء لا يستطيع أهل الأرض ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء. معلش يا شيخ محمد، أنا يعني حضرني حاجة دلوقتي. فضل.
يعني هل الإنسان الذي يؤتى ما أرجوك، يعني السؤال ده مهم لأنه عندي ناس كتير جدا جدا مش فاهمينها. هل الإنسان حينما يؤتى مالا مثلا كثيرا، أو حينما يؤتى قصورا، سيارات، مناصب، كل هذه الأمور، هل يعني هذا رضا الله سبحانه وتعالى عنه؟ طب هل الفقير اللي ما عنده مال وما عنده سيارات وما عنده بيوت وما عنده كل هذه الأمور، هل هذا غضب من الله عليه؟ أرجوك يعني طالما احنا بنتكلم في الرزق كقضية إيمانية لابد أن نؤمن بها كمسلمين. نعم. احنا كمسلمين. نعم. إنما أهل العلمانية ما نشجع بيهم يعني. نعم. هم أحرار فيما يقولون يعني. نعم. ولا نناقشهم لأن احنا مش هنقنعهم، مش هنقدر نقنعهم يعني. لكن الفقير أحيانا ينظر للغني إن هل ربنا سبحانه وتعالى، وهقول لحضرتك كمان، قد يكون هذا الغني مثلا ما بيصليش. نعم. ولا يتصدق، صحيح يا عم الشيخ سعيد ولا لا؟ نعم. لا يصلي ولا يتصدق. نعم. ويفعل منكرات. نعم. والفواحش بالمال. نعم. وانا اعرف وحضرتك تعرف والشيخ محمد يعرف والدنيا كلها تعرف. نعم. يعني اتاه الله مالا وقصور وكل هذه الامور ويستخدمها في معصية الله عز وجل. والمؤمن إنسان مؤمن وفقير وغلبان ورزقه قليل كده، هو على قده خالص خالص، وإذا كان مال، إذا كان صحة، إذا كان أولاد، إذا كان زوجة، رزقه على قده خالص. هل يعني سؤالي إنه هو ربنا راضي عن الرجل ده واداله كتير وربنا غضبان عن الرجل الدوت التاني وما ادالوش مال ولا صحة ولا كل الحاجات دي؟ ربنا يبارك فيه. فضل. ليس كثرة المال دليل على رضا الله عز وجل. نعم. وليست قلة المال أيضا دليل على رضا الله عز وجل. الله يكرمك، الله يكرمك. لكن عندنا ضابط. كل إنسان مسلم آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في نعم كثيرة. نعم. إن كانت هذه النعم تقربه من الله فهذه هي نعمة النعمة. الله يكرمك. وهذا هو الرضا. الله يكرمك. وإن كان ما بين يديه يبعده عن الله عز وجل فهذا هو علامة على سخط الله عليه. أليس الله الذي قال بالآية التي ذكرناها في قوله سبحانه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أي بأصناف المال. نعم. فيقول ربي أكرمن، أنا كده ربنا راضي عني، أنا كده ربنا هيجعل لي في الدنيا خيرا كثيرا. وإذا ما ابتلاه فقدر، يعني فضيق عليه رزقه في المال، فيقول ربي أهانني، كلا. من الناس من يكون المال سببا في دخوله إلى جهنم وسببا لسخط الله عز وجل عليه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله أعطاه الله عز وجل المال، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بل ربما لا يبخلون به على الأفلام والمسلسلات والمخدرات وكل ما يفسد هذه البشرية. ينفقون فيها فيعذبهم الله عز وجل بأموالهم. يعني كثرة الأموال وكثرة البنين ليست دليلا على محبة الله عز وجل. فكثير من الناس الآن يقول الكفار في كل البلاد في الغرب وفي الشرق يملكون من الأموال ما لا يملكه مسلم موحد لله، حافظ للقرآن، يحافظ على الصلوات الخمس، لكن الله عز وجل قال أيحسبون أنما نبدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الله، هذا استدراج من الله عز وجل. أيوة. فلما نسوا ما ذكروا به. أيوة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أيوة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. فليس هذا المال مع كثرته دليل على رضا الله عز وجل، إلا إذا كان العبد قائما بأوامر الله متبعا لهدي الحبيب رسول الله. نعم. فهذا قارون خسف الله به وبداره الأرض، لكن هذا سليمان شكر الله على نعمه
وآتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من قبله بل ولا من بعده، فكان نعم العبد إنه أواب. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها: ربما يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي نار وهو سيد العالمين. وهو سيد ولد آدم يوم القيامة. كثير من أصحاب رسول الله ربما لا يملك قوت يومه، وكان من أولياء الله الصالحين، وحط رحاله في الجنة وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو على الأرض. فالعلامة التي تكون لك مقياسا في هذه الدنيا ما دمت على طاعة الله، ممتثلا أوامره، مجتنبا نواهيه، ممتثلا أمر حبيبك المصطفى محمد، سواء كنت غنيا أو كنت فقيرا فأنت في رضا من الله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه الذين يستقيمون على منهج الله عز وجل. إذن أفضل وأعظم وأجمل رزق من الله عز وجل هو أنه يعطيك طمأنينة في القلب. وإنه يعطيك رضا والدعوة إلى الله وعبادة الله عز وجل. هو إحنا إيماننا بالله هكذا وعقيدتنا هكذا، إنه أوسع رزق ربنا سبحانه وتعالى يرزقني به هو نعمة الإيمان بالله عز وجل. وبعدين اللي هو ربنا اللي قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، مش بالمال، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعدين المال بيطغي برضو الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. رآه استغنى عشان 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 الأحكام. طب نسمع الشيخ سعيد شوية إن شاء الله. تفضل الشيخ سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله كل آمن بالله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا
تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب يا رب يا رب واعف عنا يا رب يا رب واعف أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الله يشرح صدرك. الله الله حاجة حلوة خالص. شيخ محمد بقي لي دقايق شايف البركة بركة العلم ما شاء الله وبركة القرآن بقي لي دقايق كده معدودة حضرتك كده يعني جمع لي فيها أسباب الرزق ويمكن موانع الرزق في دقائق كده ربنا يبارك فيك. فضل أسباب الرزق لا ينبغي أن تقتصر أسباب الرزق في الأسباب المادية فقط. هناك أسباب مادية يشترك فيها المؤمن والكافر على السواء وهي الأخذ بالأسباب. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم صدق الأخذ بالأسباب. أخذ بالأسباب في الهجرة وأخذ بالأسباب وتاجر عليه الصلاة والسلام، أخذ بكل الأسباب المتاحة المباحة. ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. من رزقه. فهذا سبب أصيل لابد أن يعلمه كل مسلم وكل إنسان على وجه هذه الأرض، أن يأخذ بالأسباب ويدع النتائج لله عز وجل. لكن هناك أسباب مادية، أسباب دينية اختصها الله بعباده المؤمنين، هذه للمسلمين الموحدين الذين آمنوا بالله وصدقوا الحبيب رسول الله صلى الله. أولى هذه الأسباب التوبة والاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال أيوة لفظة بعينها وبنين وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم تمام. فكم ممن يرزق بالاستغفار ويكون سببا في سعة رزقه مع أخذه بالأسباب. الله. من هذه الأسباب تقوى الله عز وجل. أليس الله الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب. يرزقه بغير حساب. لما اتقت مريم ربها دخل عليها زكريا فوجد عندها الفاكهة في الصيف وهي ليست موجودة في هذا الوقت أصلا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب. فالتقوى سبب أصيل. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من هذه الأسباب وهي كثيرة التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله أعقلها وتوكل أم أتركها وتوكل؟ قال له أعقلها وتوكل. فالأخذ بالأسباب من التوكل. قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الأسباب كثيرة بارك الله يعني فيك. لضيق الحلقة لا نستطيع فيك. أن نجملها في وقت كهذا. فأسأل الله يوسع أرزاق المسلمين بالحلال الطيب ويصب علينا الخير صبا صبا يا رب يا رب. وهذا من ساعة الرزق أيضا. نعم العلم من ساعة الرزق. يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ محمد. شكرا الله. جزيلا شكرا يا شيخ سعيد. والحلقة كده جميلة وعدت على خير الحمد لله رب العالمين. مشاهدين الأعزاء في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم وضيفي قناة الرحمة الغراء الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد عبد الغني وأيضا القارئ الشيخ سعيد ياسين. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.